مخاوف جدية خلال شهر رمضان الكريم عم بتعيد للواجهة سيناريو موجة الإصابات المرتفعة يلي تم تسجيلها نتيجة التخالط بأعياد الميلاد ورأس السنة، وخوفاً من التراخي تجاه الامتثال لتدابير السلامة العامة تم منع إقامة الولائم العامة والخيام الرمضانية والإفطارات العامة. أما بالنسبة لضبط الإفطارات بالمنازل فأتت خطوة فرض حظر التجول بين الساعة 9:30 مساء والخمسة صباحا طوال أيام شهر رمضان للحد من عملية التنقلات والتجمعات. دائما بس يكون في وقت في تجمعات اجتماعية ودينية بيكون في خطر ينتقل الفيروس بين العالم هني ومجتمعين سوا. بقى من هيك نحن بعيد الكبير سكرنا، والهيئة التسكير يعني لحد معين نجح لأنه ما شفنا صعود بالأرقام كبير. وهلأ برمضان كل البلدان متخوفة من رمضان شو راح يكون تبعاته، بس يقلع إذا ما كان في التزام. قطاعات جديدة مستثنات من قرار الإقفال رح يسمح لها بالعمل خلال مدة حظر التجول بشرط الحصول على إذن من المنصة. بالنسبة للقطاعات كل شيء ضل مثل ما هو، في استثناءات للقطاعات اللي هي بتشتغل 24/24، مثل نقول الديبارتمنتس بالبنوك اللي بتغذي الاي تي ام واللي بيشتغلوا على الكول سنتر والى اخره، هودي مثل ما كانوا قبل هن بحق لهم يروحوا على الشغل. في بعدين مثلا عامل المطاعم، لانه المطاعم في يعمل دليفري بالليل وال يعني مطبخه فاتح، بهالحاله هاي هودي فاتحين وبيقدر يروح على شغله، بياخد اذن المنصه وبيتابع شغله بهالطريقه. بما يخص المواطن، اذونات كان ياخذها بالليل للامور المستعجله، سوبر ماركت، فرماشية، مستشفى، هودي عندهم أذناتهم على المنصة وبيخدهم تيتجول بهالطريقة هيدي على مدة قصيرة من ما يصير في فاكسين لكل العالم اللي هني معرضة على خطر. يعني عم نحكي أسابيع ويمكن شهر لشهرين. حرام الواحد اليوم ياخد ريسك على حاله وينصاب بالفيروس ولا سمح الله ما يخلص، هي كلها يعني كم شهر بعد. من هيك لازم ينتبهوا كتير، ياخدوا وقاية، التجمعات فيها تنطور. لأنه ما زلنا بظروف استثنائية تم الطلب أيضا من المرجعيات الدينية اتخاذ الإجراءات اللازمة بدور العبادة لناحية إقامة الصلاة والالتزام بنسبة 30% من القدرة الاستيعابية للمساجد.